كيف تحفظ بسرعة؟ ماذا لو امتلكت سرعة الحفظ؟ حينئذ ستكون أسطورة في عالم لا يعترف إلا بالحفظ. ولا شك أن التعليم والدراسة وكثيراً من المواد تعتمد اعتماداً كلياً على الحفظ، فإذا امتلكت سرعة الحفظ فقد أرحت نفسك كثيراً. في هذا الفيديو ستتعلم كيف تنمي مهارة الحفظ، وستتعرف على طرق تسهل عليك الحفظ بشكل رائع جداً. تابع معي هذا الفيديو للنهاية، وإياك أن تخرج من هذا الفيديو حتى تستمع إلى هذه الطرق التي ستسهل عليك الحفظ وتمنحك قوة الذاكرة. الطريقة الأولى التي تسهل عليك الحفظ والتي ستساعدك كثيراً هي بواسطة المحمول، بواسطة الجوال. عليك أن تستخدم هذا الهاتف عندما تذاكر. عليك أن تحدد الأسماء أو التعريفات الصعبة التي يصعب عليك أن تحفظها، ثم عليك أن تفتح المسجل وأن تقوم بتسجيل هذه الأسماء الصعبة أو هذه الكلمات الصعبة التي يصعب عليك أن تحفظها. ثم بعد ذلك قم بوضع السماعة في أذنك، ثم استمع مرة ومرتين إلى هذا المسجل. وإذا ما حضرت إلى محاضرة أو إلى درس، عليك أن تقوم بتسجيل هذا الدرس، ثم بعد ذلك وأنت في أثناء المواصلات أو وأنت في أثناء المشي للوصول إلى المنزل، عليك أن تعيد تشغيل هذا المسجل. في أثناء المحاضرة ربما لا نفهم كثيراً أو بعض الكلمات التي يقولها المدرس. عليك أن تسجل لهذا المدرس، ثم بعد ذلك أعد تشغيل هذا المسجل لكي تحفظ الدرس بقوة عالية. إن المسجل سيساعدك كثيرا في الحفظ، وعليك أن تشغله قبل أن تنام مباشرة. لا تتعجل وأكمل هذا الفيديو، فهو يحتوي على العديد من النصائح التي لا تقدر بذهب. عليك أن تعرف أن الذاكرة تنشط في أوقات وتصاب بالخمول في أوقات أخرى. في بعض الأيام تشعر بالتعب والملل والكسل، لا تستطيع أن تتذكر شيئاً ولا تستطيع أن تركز. في هذا الوقت عليك أن تقوم بوضع السماعات في أذنك، وعليك أن تستمع إلى ما تم تسجيله قبل ذلك، لأنك في هذا الوقت وفي هذا اليوم لا تقوى على أن تفتح الكتاب. إن استخدامك للمسجل سيوفر عليك الكثير من التعب والمجهود والوقت. الطريقة الثانية لسرعة الحفظ والتركيز: عليك أن تكرر الكلمة بقوة، وأن تكررها بصوت مرتفع، ليس بالحنجرة ولكن بصوت مرتفع، بصوت له قوة من أعماق قلبك. إن تكرار هذه الكلمة وأن تقولها بإحساس وبشدة من الداخل. كلما كررت الكلمة بقوة وبإحساس وبقوة تركيز عميق، كلما تركزت في عقلك الباطن. عليك أن تكرر الكلمة أو التعريف الصعب، عليك أن تكرره كثيراً، وعليك أن تقوم بتسجيله وبالاستماع إليه قبل النوم مباشرة. الطريقة الثالثة لتحسين مهارة الحفظ: عليك أن تدرك أن أي عضو تم تدريبه سوف يصبح أقوى عضو على الإطلاق، والحكمة تقول إن العضو الذي لا يعمل يضعف. فكلما دربت عقلك على سرعة الحفظ وعلى قوة الحفظ، فإن مهارة الحفظ ستقوى عندك. الطريقة الرابعة لسرعة الحفظ: عليك أن تدرك أن الكتابة لها عامل كبير في تقوية التركيز وفي سرعة البديهة والحفظ، فإن ما كتبته بخطك له تركيز عميق في العقل الباطن. عليك أن تكتب الكلمة أو التعريف مرة أو اثنين. عليك عندما تكتب الكلمة الصعبة أو التعريف الصعب، عليك أن تركز في كل حرف وفي كل كلمة، لأن هذا سيمنحك قوة التركيز العميق. الطريقة الخامسة: يمكنك استخدام القلم الأصفر أو المظلل أو المظهر الذي يظهر لك الكلمة أو التعريف الصعب، فإن هذا يجعل عقلك يلتفت إلى هذا اللون الأصفر وإلى هذه الإشارة التي تمنحك قوة التركيز والانتباه.
طريقة السادسة لسرعة الحفظ: عليك أن تدرك أن الجسد له أوقات يكون فيها كسولا خمولا، ففي هذه الأوقات تشعر فيها بتبلد الذهن، تشعر فيها بالكسل، لا تستطيع أن تقوم وأن تحفظ. في هذه الأوقات إياك أن تتعب الذاكرة وإياك أن تتعب نفسك، لأنك لو ظللت أمام الكتاب طول اليوم فأنت لن تستطيع أن تحفظ صفحة أو صفحتين. وهناك أوقات أخرى يكون فيها الجسد نشيطا وتكون فيها الذاكرة في أعلى قمة التركيز والنشاط، عليك ألا تضيع هذه الأوقات أبدا، وعليك أن تنام مبكرا وأن تستيقظ مبكرا، وأن يتم الحفظ في الصباح الباكر، حيث في الصباح يكون قوة النشاط وتكون قوة التركيز. عليك ألا تضيع لحظات الصباح أبدا، في أول لحظات الاستيقاظ عليك أن تقوم لتذاكر، وعليك أن تستخدم بعضا من المنبهات التي تمنح جسدك النشاط مثل الشاي والقهوة. كلما كان الجسد نشيطا كان العقل نشيطا. الطريقة السابعة التي تقوي عندك الحفظ بدرجة كبيرة: إذا كانت المادة صعبة والأسماء صعبة عليك وصعب عليك أن تحفظها، فحاول أن تربط هذه الكلمات بشيء معين، باسم إنسان تعرفه، باسم مكان تعرفه. يمكنك أن تربط اسم هذا العالم الصعب أو اسم هذه الكلمة التي يصعب عليك أن تحفظها أو التي تنساها بسرعة، اربط هذه الكلمة باسم صديق لك أو باسم بيت أو باسم أي مكان. الطريقة الثامنة التي ستجعلك تحفظ بسرعة: يمكنك أن تكتب كل الأسماء الصعبة وكل الكلمات الصعبة التي يصعب عليك أن تحفظها وأن تتذكرها، اكتبها على ورقة ثم علق هذه الورقة في غرفتك، وكلما ذهبت وكلما رجعت مرة أخرى إلى الغرفة عليك أن تنظر إلى الورقة. كلما عدت إلى الغرفة انظر إلى الورقة فقط نظرة بعينك، انظر كم مرة تدخل وتخرج وترجع إلى الغرفة التي تنام فيها. هناك يعني في اليوم ربما 10 مرات، 20 مرة أو أكثر. إذا نظرت فقط إلى هذه الورقة أو إلى هذه الأسماء الصعبة التي علقتها في غرفتك، فإن هذا سيمنحك سرعة الحفظ وسرعة التركيز، ولن تنسى هذه الأسماء أبدا أبدا. الطريقة التاسعة والعاشرة فسوف أتركها في فيديو قادم إن شاء الله. وفي نهاية هذا الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قناتكم الحياة عجائب.